بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. شكرا لاستضافتكم لنا في هذا الحوار. طبعا موضوع الساعة هو دورة أكتوبر 2019. هذه الدورة العادية بطبيعتها، ولكنها استثنائية هذه السنة بالنسبة لمدينة صفرون. هذه الدورة التي كانت تتضمن مجموعة من النقاط التي تهم تدبير الشأن المحلي لمدينة صفرون، ولكن المثير فيها هو المواقف التي اتخذها مجموعة من الفرق المشكلة لمجلس جماعة صفرون. هذا الموقف الذي تلخص في تصويت أوتوماتيكي بالرفض دون مناقشة ودون تبرير، الرفض لكل ما ورد في جدول الأعمال، علما أن هذا جدول الأعمال تضمن مجموعة من المشاريع الكبرى والمهمة التي نعدها في هذه المدينة. سأختصر حديثي عن تلك المشاريع التي تم رفضها كما قلت دون مناقشة ودون تبرير. أولا، مشروع الطريق الدائرية. هذا المشروع الذي عملنا عليه جاهدين منذ تولينا المسؤولية، علما أن هذا المشروع ليس وليد هذا المجلس، فقد تم تفكير في هذا المشروع منذ المجالس السابقة، على الأقل المجلس ما قبل السابق بدأت الفكرة وبدأت محاولة إخراج هذا المشروع، ولكن في هذا المجلس تمكننا من إبرام الاتفاقية بين الجماعة ووزارة التجهيز وجهة فاس مكناس، بالإضافة إلى الجماعات القروية المجاورة التي ستمر منها هذه الطريق. الحديث عن هذه الطريق الدائرية التي كانت نقطة في جدول أعمال هذه الدورة يجرنا إلى الحديث عن حيثيات إعداد هذا المشروع. عندما يتحدث البعض عن هذا المشروع يثير نقطة غريبة، وهي ما يسمونه برفض وزراء العدالة والتنمية من استقبال رئيس مدينة صفرون. هذه الفكرة الغريبة العجيبة لا أدري كيف يستصيغها هؤلاء الناس، بحيث هؤلاء وزراء أولا قبل أن يكونوا وزراء هم إخوة لنا، حتى لما التقيناهم في الوزارة كالتقيهم في البيوت ديالهم، كالتقيهم في الملتقيات ديال الحزب، كالتقيهم في المؤتمرات ديال الحزب. فكيف يستصيغ عاقل أن يقول بأن هذا الوزراء رفضوا استقبال رئيس جماعة صفرون؟ فهذا الطريق بدأ الحوار فيها في هذا المجلس مع الوزير أنذاك لسي عبد العزيز رباح الذي يثار في هذا النقاش. سي عبد العزيز رباح للعلم أنه هو الوزير الذي أكمل دراسة هذه الطريق، والذي أعطى الإذن باستكمال دراسة هذه الطريق التي وجدناها في الرفوف، كانت متوقفة، والسي عبد العزيز رباح هو الذي أعطى الأمر باستكمالها بعدما اتصلنا به وناقشنا هذا الموضوع. بعد سي عبد العزيز رباح جاء السي عبد القادر عمارة اللي جلسنا معاه وحددنا بعد أن تم استكمال الدراسة وتسلمها، تحدثنا حول حيثيات مساهمة الوزارة وأعطى الإشارة لإتمام هذه الاتفاقية. فهذا الطرح فهو باطل من هذا الجانب، ولا ندري كيف يستصيغ هؤلاء هذا الأمر. الآن متوقف حول دراسة طبوغرافية لقرار التخلي، بمعنى أن وزارة التجهيز أكملت الشطر الثاني من الدراسة المتعلق بتحديد الملاك الذين تشملهم هذا الطريق، لتحديد قيمة التعويض لكل مالك، قيمة المساحة التي أخذت له من هذا الطريق لتحديد التعويضات. هذه التعويضات الآن اللي حسب وزارة التجهيز قدرتها ب 25 مليون ديال الدرهم، جوج مليار ونصف. نحن الآن في بصدد مراجعة هذه المبالغ، هل هي فعلا يعني أخذت فيها كل المعطيات المتعلقة بنزع الملكية اللي كتشمل واحد المساهمة المجانية للملاك الذين تشملهم الطريق؟ إذا نراجع هذه المسألة، لذلك طرحناها في هذه الدورة لمناقشة هذا الأمر، ولكن الغريب أن هؤلاء الفرق
الأربعة رفضوا مناقشة هذه الاتفاقية جملة وتفصيلا.